هذا السؤال تقول فيه: لقد فهمت من برنامجكم أن حجاب المرأة واجب عليها وهو مفروض في القرآن الكريم عندما نزلت سورة تحث الرسول صلى الله عليه وسلم تأمره أن يأمر نساءه بالحجاب، لكن العادة عندنا في قريتنا وفي كثير من قرى دول المسلمين لا يوجد حجاب شرعي للمرأة فيظهر وجهها لكل الناس، فما حكم هذا الأمر؟ علما بأنني أستر كامل جسمي عدا وجهي وكفي، وأتمنى من قلبي أن ألبس الحجاب الشرعي الكامل، ولكن ذلك صعب جدا في قرية مثل قريتنا. أرجو أن تفيدونني في هذا الموضوع وتوضحوا لي فضيلة الشيخ ولكافة المسلمين بشيء من التفصيل، وخاصة فيما يتعلق في الحجاب الكامل، أرجو بهذا إفادة مأجورين. يبدو أن هذه المرأة وفقها الله وجزاها خيرا تحاول أن تحتجب الحجاب الشرعي المتضمن لتغطية الوجه وجميع ما تحصل به الفتنة، وعلى هذا فإني أقول لها: إذا عزمت على هذا الأمر وصدقت الله عز وجل واتقت الله، فإن الله سيجعل لها من أمرها يسرا وسيكف عنها أعداءها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، ينبغي أن تتصل بنساء مثلها في الغيرة والحرص على الحجاب الشرعي حتى يخرجن متحجبات حجابا شرعيا. ومن المعلوم أنه إذا حصلت الكثرة، فإن الكثرة كما يقول طالب الشجاعة، إذا حصلت الكثرة بين النساء بلزوم الحجاب الشرعي فإن ذلك يهون ويخفي، كما أن على أهل القرية من الوعاظ والدعاة إلى الله عز وجل وخطباء المساجد أن يبينوا الناس الحق في هذا الأمر وأن لا يسعوا للعادات التي تخالف الشرع. ومن المعلوم أن بعض أهل العلم السابقين يرون جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، ولكن هذا القول ضعيف، ثم إن العمل به في هذه الأزمان يؤدي إلى ما هو أعظم من توسع النساء في هذا اللباس كما هو الواقع، فإن البلاد الإسلامية التي أتى علماؤها بجواز كشف الوجه واليدين أصبح النساء فيها لا يكشفن الوجه واليدين فحسب، بل يكشفن الوجه والرأس والرقبة واليدين والذراعين والقدمين، وتوسع النساء في هذا. فالذي ينبغي للإنسان العالم أن يكون حكيما فيما يصدر عنه من الأحكام الشرعية وأن يتلافى كل ما فيه الخطر.